هلو everyone، انا اسمي علي خالد، عندي 12 سنه، والنهارده هعلمكم ازاي تعملوا simple calculator using python language. دلوقتي اول step انا بستخدم algorithm. بستخدم algorithm علشان يعني هو مش لازم تستخدمه، يعني لو ما استخدمتوش عادي البروجرام هيكمل وكل حاجه هتبقى مظبوطه، بس انا بستخدمه عشان ابقى دقيق اكتر. لان انا بستخدمه في ايه؟ ان انا احط الستبس قدامي عشان افتكر انا بعمل ايه في الستب دي، ولا انا دلوقتي بعمل ايه اصلا. فانا بحطها علشان منساش انا عامل ايه، انما الكمبيوتر ما بيقراهاش، يعني الكمبيوتر ما بيشوفهاش، انا بحطها ليا انا بس. دلوقتي ستيب 1 مثلا، لازم تحط هاشتاج. اول حاجه الهاشتاج دي بتعملها ازاي؟ بتدوس شيفت وبعدين نمبر 3، لان عشان لما بتحط هاشتاج ما بيقراهاش الكمبيوتر. دلوقتي بيقول لي define the variables، يعني انا كاتب step 1 define the variables. اهم اي هم بقى ال variables؟ ال variables دول اللي هم الابيض، دول اللي هم لونهم ابيض، دول letters دول. انا بقى ايه، ممكن اعملها word، ممكن اعملها اي حاجة، ممكن اعملها letter او word او اي حاجة. يعني مثلا هشيل الزي واكتب عليه عادي، اهو صح برضه ما عملش حاجة غلط، بس انا بحط زي او اي letter علشان بيبقى اسهل ان انا اتذكره، ويبقى اسهل كمان في الكتابه، ويعني كده يعني هو اسهل letters، يعني هو زي ما انت عاوز. عاوز تحط words it's okay، بس انا بالنسبه لي letters احسن. دلوقتي بعد ال letters مثلا بحط equals 40، ال b equals 50، وال x equals 80. انا كده بعرف الكمبيوتر ان ال z equals 40، وبعرفه ان ال b equals 50، وال x equals 80. كده الكمبيوتر عارف، كده كده الكمبيوتر خلاص عرف النمبرز، ان ال z equals 40 وال b equals 50 وال x equals 80. انا دلوقتي خلاص define the variables، يعني كده خلاص الكمبيوتر عرف ان دي ال variables جواها النمبرز دول. دلوقتي بروح بقى ال step number 2، واللي هو operations. ال operations دي بقى انا بحط الارقام اللي في ال variables دي في بعض، زي في اي كالكوليتر. لما انت بتيجي مثلا تحط 5 plus 5 في الكالكوليتر، تحط equals بيطلع لك 10 اكيد. فانا دلوقتي هعمل نفس الحاجه، احط النمبرز اللي في الفاريبلز دول في بعض using the variables. يعني هحط الفاريبل مثلا plus الفاريبل الثاني عشان يطلع لي النمبر. مش هكتب النمبر، هكتب الفاريبل اللي هو جوه النمبر. دلوقتي اول حاجه مثلا بحط y equals b divided by x. دلوقتي في البايثون العلامة دي اللي هي دي equals division. دلوقتي العلامة دي equals division في البايثون، والعلامة دي equals multiplication. فأنا دلوقتي مثلا حطيت y equals b divided by x. دلوقتي انا مثلا مش مثلا ما اعرفش الانسر، هعمل ايه؟ هحطهم في بعض. يعني انا انت بتستخدم كالكوليتر عشان لو في حاجه انت مش عارفها بتحطها في الكالكوليتر ويطلع لك الانسر. فدلوقتي البي ديفايدد باي اكس، البي اللي هو ال50 والاكس لو 80. يبقى انا دلوقتي بحط 50 ديفايدد باي 80. طبعا في العادي صعب تجيب ال50 ديفايدد باي 80 علشان ال 50 اصغر من 80، فبتعمله مثلا على الكالكوليتر عشان تعرف تطلعه. دلوقتي ده اول ستيب. خلاص كده الكمبيوتر خزن ان انا عاوز اعمل دي، تمام. دلوقتي هعمل m equals y divided by z. الواي اللي هو ده اللي هو هنعرف هو equals كام لما نعمل run. الرن ده بيطلع لنا الانسر بعد ما بنعمل برنت. هوصل كده بعدين لما اخلص الستيب 2 اللي هي اوبريشنز. دلوقتي m equals y اللي هي دي divided by z، ال z اللي هي ال 40. يبقى كده الانسر بتاع دي divided by 40. دلوقتي بقى هروح على الستيب 3. ما ننساش طبعا نحط الهاشتاج اللي انا بعمله بشيفت 3 علشان الكمبيوتر ما يقراهاش وتبقى ليا انا بس. هنروح step 3 print the output. print the output بقى ده هبرنت اللي انا كتبته في الاوبريشنز اللي هو دول. بعمل ايه؟ ده ال y equals صح؟ equals b b divided by x. فانا هعمل ايه؟ print y بس كده.
بعديها هنا نفس الكلام في حاجة print m. أهم حاجة لازم أحط بعد print لازم أحط brackets حوالين ال letter اللي أنا عاوز أعمله print. دلوقتي أنا وصلت لهنا عشان أطلع ال answer بقى أعمل إيه؟ مفيش هنا علامة equals، هعمل إيه؟ هدوس على run أو F9، بدوس على run كده طلع لي هنا ال answer اللي هو ال output، يبقى ده كله ال input وده output. يبقى دلوقتي ال answer بتاعه print y اللي هو y equals v divided by x 0.625، يبقى ده ال answer بتاع y قصدي. انما بقى ال answer بتاع m اللي هو هنا اهو m equals y multiplicated by z equals 25.0. كده انا اخدت ال answer بتاع كل دول using algorithm وسيمبل جدا، بس طلعت الانسرز بسرعه. واهم حاجه ان ما ننساش نعمل حاجه، يعني مثلا البراكتس دي لو شلت البراكتس يعمل لي كده هيبرنت الواي، لا مش هيبرنت الواي بس مش هيبرنت اي حاجه لان في سينتاكس ايرور. الايرور ده اتعمل عشان نسيت احط براكتس بس، يعني اي خطا صغير البروجرام كله بيبوظ. فأهم حاجة إيه؟ نفتكر إن إحنا نحط البراكتس هنا مثلا، وهنا نفتكر نحط الهاشتاج. ومن شوية كنت بقول لكم إن الـ variables ممكن أحطها أي حاجة، يعني مثلا أهو هحط علي هنا تمام، وهنا برضو هحطه علي لأن كان زي الزي خليته علي عادي. هعمل هو run برضو طلع لي نفس النتيجة، فهو نفس الحاجة ما تغيرش. ممكن أحط أي حاجة بس انا بحط زيت طبعا عشان ده اسهل بالنسبه لي، وما انساش اللتر لان اللتر اسهل ان انا افتكره. وكده انا خلاص طلعت الانسرز، وكده ان شاء الله اكون علمتكم حاجه جديده. وده كان البروجكت بتاعي والحمد لله خلصته.